اكيد بالنسبه لك تحكيوا مصر تحكيوا الماكله ستاج اوبليغاتوار انا باش نبداو توا ديجا ماشيين للكشري باش نبداو بالطبق الرئيسي رقم واحد نتاع الشعب المصري الخلطه هذيا نتاع الروز والفول والعدس والمقرونه والروز والصلصه شو باش تعطي ماشي لابو طارق في ميدان التحرير معروف برشا ريستورون هذايا نصبوني بيه برشا خلينا نجربوا مع بعضنا اكله الكشري ونعطيكم رايي فيها بكل موضوعيه لاني خايف شوي هاكم نشوفوا كل المكونات تك صالح زيد صح الكشري صح الكشري صالح رجاء الجداوي زوج قرديحي تعمل سيربح المليون لجوع عالمية في أبو طارق ديجا ونافورة بعدك وتستنى المقرونة والروز والعدس هيعمل لي الشو شوية شوية حلوة حلوة دي من تونس الحمص 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 محمد حمص البصل البصل المحلي حلو البصل احلى تحيه لاهل تونس من ربنا يخليك رقم واحد في الوطن العربي ربي يخليك يعيشك عايشك عايشك هاي سي بون توا باش نبداو ستاج لكن باش نحضر الكشري الكشري بون منظر غريب كوميم الروز وخمس باش كيما تشوفوا في الانترنت كيما باش تبدا تجربوا يلا نجربوا ونحكموا ونشوفوا ونعطيكم رايي تو باش نبداو نذوقوا اول مغاربه ربي يستر دونك خلطنا صحيح الجروب التوريست بعدين محفله بيه والله بيه انا خاطر نحب المكرونه على الاخر دونك الكومبوزيشن تاع المكرونه والصلصه نحبها نموت عليها برشا مستانس بها اما سينو طياره محق طيارة والله مش ما معناها مبالغة ولا حاجة قد ما فيها مقرونة وعدس وفول ما حسيتش ما حسيتهمش رزان ثم تكسيرة تاع البصل حلوة برشا ثم الدقة هما يقولوا اللي حلوة ما حبيتوش برشا شطة طيارة ريمون طيارة جروب من البرازيل يحبوا الأهلي في ريستورون أبو طارق يلا You can't know. You want Abu Tareka. You know Abu Tareka and like Ali. Yeah, of course. Yeah, you can say it. I'm only supporter. You love Abu Tareka. I love Abu Tareka. Say it in Egypt. أحب أبو تريكة أحب أبو تريكة علاوي علاوي أبو طارق أبو طارق بيشجع الأهلي وبيشجع كل ضيوف إن هم يحبوا الأهلي أبو طارق 100 نايس أحب الإخوة المسلمين أحبك وإن شاء الله نتقابل في كأس العالم ونفتح ربي يخليك عايز سعب يا عايز سعب